عندي قصة طويلة مع بلادي تونس. فما تناقض كبير ما بين تونس وتونس، ما بين تونس الأرض وما بين اللي حاكمينا، ولا بلغة أوضح السيستام. تناقض هذا تشوفه في شخصيتي أنا، كان جيت نعرف جنسيتي تجيب لي دعوة خير نتبرع بها بلاش، وفي نفس الوقت فخور اللي أنا تونسي ونعرف اللي العروق التونسية وتعلق الروح بالأرض عمره لا يتجسد في ورقة. هذيك علاش السيستام والمونتاليتي التونسية اللي فيها برشا خور ما تعني لي حد شيء. 18 سنة عشت فيها من نهار بنهارين، وعودت نهار 10 سنين بين القراية والشارع، قريتها لعيني الظلم بنوياه، الموت، التلوث الطبيعي السمعي والبصري، الدروغ وبرشا دروغ زاد. خليني نسأل روحي ألف مرة على ذنب المستهلك الضحية اللي حياته تتحتم في جرة 5000 ورقة وكالة. قريت الأمل والطموح زين بلادي ومحبة الناس اللي ما تشريش بالفلوس، سيبورت العيلة وولاد الحومة اللي ديما معاك، وسمعت فيهم برشا أرجع غدوة نخسك ورقة دوموند ريفيزي نص ورقة وكتبنا أبوك وامك فاش يخدمو هز دبشك وخرج ترانجي صاحبي وين تسكن، ولحظات البركاجات اللي لين الموت ما ننساهاش. هذا من كل عقد كانوا نجم يهزوني للرازي ولا الدروغ أدكشن ولا نولي من ديبريسيون لديبريسيون كيما برشا من أصحابي وين ديدي. أما لا، هذا كل خلق مني إنسان قوي يحب الحياة ويعيش الغرام، وخلق فيها فكرة كبيرة أكبر من عمري كيما يقولوا برشا، فكرة الخروج من البلاد الهجرة. والفكرة هذه تبنت على برشا أسباب، وبلادي تخدم في خدمتها كل يوم تزيد تسالبيني سبب باش نخليها. مادام بلاستك ماهيش مضمون، اللي الفوق كيما اللي اللوت تنجم في أي لحظة حياتك تتقلب 180 درجة وتلقى روحك ميت ولا في الحبس ولا فرانكلي، هذا كان ماكش تعيش فيهم نفسيا الكل. والأرض تعارك فيها الآخر وتمدلي في أسباب تصبر فيها على الخروج. يمكن نتفهموا في كل شيء ولا ما نخرجوش من نفس الشيرة جملة، نجموا نتناقشوا في موضوع تونس بعد ما تشوفوها بعيني بالضبط بعد 13 حلقة من تو. هذه 13 reason why to live in Tunisia or to leave it. نتقابلوا في أول حلقة نهار 13 سبتمبر. انا ما نكرهش تونس بالحق، ما فماش واحد يكره بلاد ولا تكره الحاجات الخايبه اللي فيها. في تونس نكره الظلم، نكره كي يوقفك بوليسي يظلمك، نكره الانترنت ديما مقصوص عنه، نكره الحاجات النيجاتيف الكل. ما نجيش نكره تونس، ما نكرهش تونس.